الأنبار. فقود القذيفة على جامع خان وليد. حسبنا الله ونعم الوكيل. 21/7/2013 الساعة 6:00 صباحا قبل شروق الشمس ببضع دقائق. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه حمص القصف ليل في النهار. حسبنا الله ونعم الوكيل. 21/7/2013 حتى الآن الشمس لم تخرج. القصف لا يهدأ الأحياء خمس المحاصرة منذ الصباح الباكر. 21/7/2013 خمس المحاصرة صباح الباكر. حسبنا الله ونعم الوكيل.